السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث اليوم عن لفتة جميلة من قصة يوسف عليه السلام. كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه، في محكم الآيات علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا سابقا عن خصائص القصص في القرآن الكريم، وضربنا مثالا على ذلك قصة أهل الكهف، وذكرنا أن للقصص خصائص في القرآن الكريم، أهمها أنها لا تذكر الزمان ولا المكان ولا الأسماء، فلا عبرة في ذلك، فالعبرة في القصة نفسها. واليوم سنكون مع لفتة جميلة من قصة يوسف عليه السلام نبي الله، وسنتحدث عن ذكر القميص في هذه القصة. وكما تحدثنا عن خصائص القصص، فالله في قصة يوسف عليه السلام لا يذكر الأسماء، فلم يذكر في القرآن اسم امرأة العزيز واسم العزيز واسم إخوة يوسف وغير ذلك، ولكن ذكر المكان فقط أنه في مصر. وسنتحدث عن ذكر القميص خاصة في قصة يوسف عليه السلام، فقد ذكر القميص في قصة يوسف عليه السلام في 3 مواضع، وفي كل موضع يكون ذكر القميص لحالة خاصة ولأهمية تعبر عنها القصة. القمصان الثلاثة التي ذكرت في قصة يوسف هي قميص الكذب، وقميص البراءة، وقميص الشفاء. فما هي؟ أولا قميص الكذب، عندما جاء إخوة يوسف بقميص كذب ووضعوا عليه الدم، يقول الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أما القميص الثاني فهو قميص البراءة، فبعد أن راودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه وشهد شاهد من أهلها، ذكر القميص، يقول الله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أما القميص الثالث فهو قميص الشفاء، فبعد أن عرف يوسف نفسه على إخوته قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قميص الكذب، وقميص البراءة، وقميص الشفاء. ذكر القميص في 3 حالات ليعبر الله لنا عن كثير من الدلالة، ولنعلم أن ذات الشيء ربما يكون فيه الخير والشر، ولنعلم أن هذا القميص كما كان دليلا على كذب إخوة يوسف وعلى اتهامهم له، كان هو دليل البراءة نفسه، وكان هو قميص الشفاء نفسه. هذا هو القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو كلام الله، وهذا هو الإعجاز في كلام الله. دمتم برعاية الله وحفظه، دعواتي الدائمة لكم. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.